يلا 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 يلا، بيقول لك شغل الصين وصل 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 وصل. بيقول لك شغل الصين وصل لك بكام؟ بكام؟ ب55 جنيه. ب55 جنيه. ب55 جنيه. بقول لك شغل الصين كله وصل يا عمودي، تعالى لي تعالى لي. بدأنا لك اللايف اهو الصبح، وبقول لك الشغل كله لسه واصل من الصين. عايز مصر كلها تتجمع وكله يشارك اللايف دلوقتي، ومصر كلها تعمل لايك كده وتتفرج عشان كله كسبان معايا. قرب كده الشغل، وبقول لك الشغل كله لسه واصل من الصين. تعالى لي شغال. يلا يا وحش دمر الدنيا. بكميات الكميات دمر الدنيا يا وحش. تعالى لي. يلا 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 دمر. بيقول لك شغل الصين وصل، عايز مصر كلها تشارك اللايف ومصر كلها تتجمع في اللايف ده كده. الشغل قلت لك الصين الصين الصين. كوكو اند اس لما بيسافر بيجيب لك حاويات. تعالى لي تتجمع وتعمل مشاركات وتقول الصورة والصوت. وتعالى لي كده النهارده مصر كلها تجمع فرع الكورنيش. قلت لك الشغل كله لسه واصل من الصين. يلا تعالى لي. يلا دمر شغال دمر. قلت لك ب55 جنيه من الصين من الصين من الصين. في حاجه جديده هنا. اللي هيتوقع الكرتونه دي فيها ايه كسبان يا وحش. في حاجه جديده هنا دمر. في حاجه جديده هنا في الكراتين دي. يلا حاجه جديده هنا في الكراتين دي. يلا الناس يلا 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 كل العالم اللي ما بيخلص. تعالى لي. قلت لك جايبين لك ممنوعات الشغل اللي من الصين كله وصل يا قلب الوحش. كل اللي انا طالبه منك وانت بتتفرج تشارك اللايف وتعمل لايك كده وانت بتتفرج عشان مصر كلها تتفرج ومصر كلها تستفاد يا وحش. تعالى لي شغال. يلا يا وحش دمر الدنيا. كوكو اند اس ومحلات كوكو اند اس. كوكو اند اس يا وحش شغال. يلا يا وحش دمر الدنيا. تعالى لي. قلت لك الشغل كله لسه واصل من الصين وحلويات ودلع من اللي اتمنع وبكميات من هنا للكتكات. كل اللي انا طالبه منك وانت تتفرج كده تدوس على اللايك وتشارك اللايف وتعمل منشن لقرايبك واصحابك. قلت لك اللايف ده هعمل لك فيه ادوات مدرسيه واخرب لك الدنيا وادمر لك الدنيا وحش في فرع الكورنيش. شغال. بص كده وحش. تعالى لي. قلت لك الدمار ميد ان تشاينا. ميد ان تشاينا. تعالى لي. دمر دمر. يلا يلا سبعه منه. يلا بدل ما نتاخد. تعالى لي. قلت لك اعمل لايك كده وانت بتتفرج. يلا يلا بص 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 في الروقان. ودي في الروقان. واللي قال لك ودي بيقول لك ايه؟ انت في التحدي مش قدي. تعالى لي. بص هديك عرض دلوقتي من فرع الكورنيش. احنا بقينا تسعه منه. يلا. عرض دلوقتي من فرع الكورنيش عشان خاطر الايه؟ المدارس واخواتنا يا قلب الوحش اللي في المدارس واخواتنا اللي في كليات وفي جامعات يا قلب الوحش. تعالى لي. 4 5 6 7 8 9 10 كشاكيل. حاويات دمر كشاكيل. كشاكيل من جوه عامل ازاي؟ كشاكيل يا وحش. جبت لك الانجليزي وجبت لك المسطر وجبت لك التسع توستر. اخر واحده حاويه. اخر واحده اخر القلمه بيخلص اهو. تعالى يا وحش. دي اخر 12 قلمه هيطلعوا هدايا. هيطلعوا هدايا اهو. هنطلعهم هدايا. هدايا. كل اللي عليك بقى عشان تكسب قلم معايا ما بيخلص هتعمل لايك كده وهتشارك اللايف وهتكتب لي تم في تعليق يا قلب الوحش. تعالى لي. ب55 ب55 جنيه دمر. تعالى لي. ب55 جنيه. يلا يا وحش دمر الدنيا. بكام؟ ب55 جنيه. يلا يلا على الطبيعه. بقول لك ب55 واحد منه 11 منه. تعالى لي. يلا 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 الديزني الديزني. تعالى كده يا وحش وري الناس. بص كده على الطبيعه على الطبيعه. قلت لك شارك اللايف واعمل لايك تكسب معايا قلم ما بيخلص. تعالى لي. ب55 تعالى لي. قلت لك الكميات عندنا من هنا للكتكات. عندنا الجلاد بجنيه، الجلاد الديزني، الحاجه المحترمه اللي تشرفك اللي موجود في جدول الضرب كامل متكامل. يلا 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 يا عم ميخا تعالى لي دمر. وبيقول لك في جدول الضرب اللي حكايته حكايه وروايه.
ب 10 جنيه الدسته بتاعت الجلاد يا وحش. جدول واحد جدول تعالى لي بيقول لك سلاحف النينجا. يلا يا وحش دمر الدنيا. بيقول لك بجنيه 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 بجنيه. تعالى لي الضرب اهوت مكتوب لك وحكايتك حكايه من 1 ل 12 يا قلبي الوحش عشان مصر كلها تغش براحتها. تعالى لي يلا 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 دمر شغال يا وحش. قلت لك في 1000 بيتفرجوا على اللايف بيعمل لايك كده وانت تتفرج. اي حد هيعمل لايك دلوقتي هيكسب معايا قلم ما بيخلصش وهيكتب ويكسب دستتين كشاكيل يا وحش. اعمل لايك وانت بتتفرج. سبونش بوب بجنيه. الجلاد الجلاد بجنيه. ب 10 جنيه. الجلاد بجنيه. الجلاد بجنيه. والدسته كامله متكامله ب 10 جنيه. الجلاد دي قلب الوحش الديزني اللي تروح المكتبه يقول لك الجلاد ده ب 5 جنيه. اصله ديزني. اصله في جدول الضرب. انا بقول لك في فرع الكورنيش بجنيه بجنيه بجنيه. 8 9 10. الجلاد. كده عندك جدول كام؟ دمر الدنيا. عندك كل الجداول. دمر من اول جدول واحد لغايه جدول 12 يا وحش. تعالى لي قلت لك دمر الدنيا. اعمل لايك كده وانت بتتفرج. دمر الدنيا. وقلت لك الجلادات المدرس اللي يطلب منك جلاد ابيض تجيب له جلاد ابيض. عندك بني وعندك ازرق وعندك احمر وعندك اخضر وهندمر لك الدنيا. الالوان كلها موجوده. اشرب اشرب وروق روق 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 روق. تعالى لي شغال اهو الروتو الروتو. تعالى لي المهندس بيقول لك بيبيع ب 10 جنيه. ضمه. انا بقول لك ال 12 قلم ب 30 جنيه. ال 12 قلم ب 30 جنيه. قلت لك انا ببيع لك ارخص من الفجاله. تعالى لي الروتو 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 الروتو. جبنا لك منه كميات من هنا للكتكات. والله كوكو اندس وفر لك كل حاجه. يعني انت بص هتاخد علبه اقلام من دي هتقعد معاك سنه. تعالى لي بص بص الكمية. قلت لك الكمية عندنا منه كمية الكمية كمية كمية. بنقول لك الكمية كمية كمية. اللي مصر كلها قلبة الدنيا عليه فعلا والله. ال 12 قلم بكام؟ ال 12 قلم قلنا لك عندنا منه كميات. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10 11 12. تعالى لي بكام؟ تعالى لي ال 12 بكام؟ بكام يا وحش؟ ال 12 ب 30 جنيه. ب 30 جنيه. ال 12 ب 30 جنيه. ب 30 جنيه. الكورنيش النهارده الجمعة. تعالى لي. قلت لك الكورنيش الكورنيش على وش المية وهندمر لك الدنيا. وقلنا لك مش هنخلي حد ياكل عيش يا وحش. القلم اللي ما بيخلصش. أهو. القلم. القلم الرصاص اللي ما بيخلصش. جالك بس مش بكميات. تعالى لي. مالك اللي ما بيخلصش. العلبة دي كلها هتطلع هدايا يا وحش. العلبه دي كلها هتطلع هدايا. تعالى لي عايز مصر كلها تصلي على النبي. تعالى لي شغال. تعالى لي عايز مصر كلها تصلي على النبي في تعليق كده. الناس اللي بتعلق معاه وتعليقها ما بيظهرش عندي يا وحش. يعمل لايك كده وانت تتفرج. اي حد هيعمل لايك دلوقتي هو كده هو بيتفرج كسبان معاك. بتقول لك انا معاك من اول اللايف. والله لو مشاركه اللايف بقول لك مبروك. مشاركه اللايف يا وحش. جاي لك جاي لك جاي لك. مبروك اهو. مبروك على الطبيعه. خد سكرين وتعالى استلم هديتك ب 55. الدسته بتاعت الكشاكيل ب 55. وبص جاب لك كميات من الكشكول السلك اللي حكايته حكايه وروايه. وهندمر لك الدنيا يا وحش. وبنقول لك عندنا الاقلام 12 12. تعالى لي يلا يا عم ميخا. تعالى لي الكشكول السلك ال 100 ورقه ال 100 ورقه شغال يا وحش. ال 100 ورقه بكام؟ ال 100 ورقه. بص الورق عامل ازاي؟ بص الدلع اللي اتمنع. بص كده الورق. بص الحلويات. تعالى لي شغال يا وحش. النهارده الجمعه في فرع الكورنيش ب 27 ونص. ب 27 جنيه ونص. يلا يا عم ميخا. تعالى لي قلت لك ما فيش دكتور هيتخرج بعد كده الا من عند كوكو اندريس. تعالى لي اخواتنا بتوع الجامعات والمدارس والكليات والمعاهد. عايز مصر كلها تتجمع والتلاميذ كلها تجمع في اللايف ده. قلت لك التلاميذ كلها لازم تجمع في اللايف ده. وعندنا شغل بكميه. روق روق روق. تعالى لي تعالى لي. يلا بقى نخش من الحر ده. يلا نخش من الحر ده.
قلت لك بنجهز لك شغل المولد النبوي الشريف يا قلب الوحش وهندمر لك الدنيا. بدأنا لك العرايس اهو. تعالى لي. بيقول لك هتاخد سعر عرايس مش عند حد. بنجهز لك وبنفرش لك عروسة مولد النبي يا قلب الوحش. تعالى لي. يعني كوكو اند اس السنة دي هيشتغل لك في حاجات ما اشتغلش فيها قبل كده. دمر. جديدة بس هتسمع فيها سعر. شغال. زي كده بتتباع ب 500. دمر. بكام؟ بكام؟ ب 240 جنيه. قلت لك هتاخد حاجة تشرفك، حاجة تليق بيك يا قلب الوحش. تعالى لي، الشغل ده بيتباع بره بفلوس. الباتيناج كله. الباتيناج كله وصل. 450 جنيه ب 450 جنيه. ب 450 جنيه عندنا النهارده في فرع الكورنيش يا قلب الوحش. قلت لك الكميات عندنا من هنا للكتكات والكورنيش، الكورنيش مش هنخلي حد ياكل عيش. قلت لك اعمل لايك كده وانت بتتفرج عشان اي حد هيعمل لايك دلوقتي هيكسب معايا. بتقول لك تم، لو مشاركه يا عم اودا كسبها بعد اذنك. قفل الصفحه، قفل الصفحه، قفل الصفحه. هكسب، عايز اكسب دلوقتي 10 هدايا. هكسب دلوقتي 10 هدايا يا عم اهو. مبروك مبروك. بدخل على اخر تعليق يا قلب الوحش. تعالى لي يلا يا وحش اهو. مبروك، خد سكرين على طول وتيجي تسلم هديتك بكره من فرع الكورنيش. دمر دمر. تعالى لي. شغال. تعالى لي. دمر. حلويات. بيقول لك كل دوت ايه؟ انا نزلت لك الفرع كميه اللي انا عندي فوق غير اللي انا ايه؟ تعالى لي. ده انت عندك مخازن جوه وعندك حلويات وعندك دلع من اللي اتمنع. يلا 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 اهو. بص بص بص. يلا دمر الدنيا. بقول لك اي حد هيعمل لايك دلوقتي كده وهو بيتفرج كسبان معايا يا وحش. تعالى لي الصوره جميله. بيقول لك اي دستة كشكول بكام؟ بكام؟ على الطبيعية هنفتح لك. دمر. ب 55 جنيه. ب 55 جنيه. شغال. شغال. هي النقلة بس. يلا يا وحش. ب 55 جنيه. تعالى لي ب 55 جنيه. ب 55 جنيه. دمر الدنيا. شغال. الورق اللي حكايته حكايه وروايه. شغال يا وحش. دي الناس ما بتسمعش كلام يا عمودي بعد اذنك كلهم. انت تعملوا لايك كده. وريني كده اللايف نزل خالص في النقل. دمر. شغال. تعالى لي. يلا يلا يلا. عايز كله يشارك اللايف وكله يعمل منشن لقرايبه واصحابه وكله يتجمع. عايز مصر كلها تستفاد من اللايف ده. بقول لك اي حد هيعمل لايف دلوقتي هياخد دست كشاكيل هديه يا وحش. تعالى لي. كسب لي بعد اذنك. القلم اللي ما بيخلصش. القلم اللي ما بيخلصش. القلم اللي ما بيخلصش. دمر. اللي هدخل على صفحته اللي مشارك اللايف هديه هديه. تعالى لي. بخش عشوائي اهو. يلا. قفل الصفحه. ب 55 جنيه. بكميات الكميات. تعالى لي وبص عندك منه كميه جوه. عندنا مخازن وعندنا حلويات وفي دمار شامل. شغال. دمر. ب 55 جنيه. ب 55. دمر. بص بص عندك برج اطول من اودي. عندك برج كشاكيل اطول من اودي. جبال. تعالى لي. كل يوم عربيات. دمر. الانجليزي. تعالى لي. الانجليزي. شغال. الانجليزي يا انجليزي. كده الصوره والصوره حلوين. قلت لك مفيش دكتور هيتخرج بعد كده الا من عند كوكو اند اس. تعالى لي. اعمل لايك كده وانت بتتفرج دلوقتي. اللي اخش على صفحته الاقيه عامل لايك ومشارك اللايف اكسبه دلوقتي. 55 جنيه. شغال. يلا هو على الطبيعه. على الطبيعه على الطبيعه. يلا يا وحش. هكسب لك دلوقتي 5 هدايا. بيقول لك تم، لو لقيتك مشارك يا عم يوسف اكسبك. بص على الطبيعه هو مش مشارك قدام الناس، اهو مش مشارك. يلا يا وحش. دمر الدنيا. بخش على الناس عشوائي اهو. استاذه كوكي يلا اهو. دمر. لو مشاركه الله بكسبك. برضه مش مشاركه، شاركه وهرجع لي. تعالى لي. تعالى لي. ال 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20. 20 20 كراسه كده بعد اذنك. 20 كراسه يا وحش. تعالى لي. 20 بكام معانا في العرض؟ بكام يا وحش؟ 20 ب 70 جنيه. ال 20 كراسه ب 70 جنيه. الدسته دي في الفجاله بتتباع ب 80 وب 90 جنيه يا وحش. تعالى لي. ال 20 كراسه كوكو اند اس بيقول لك ب 70 جنيه. ب 70 جنيه. ب 70 جنيه. ب 70 جنيه. دمر. بص بص بص. الورق الفلوسكاب يا وحش. كوكو اند اس بيقول لك الورق ده كله بكام؟ بكام؟ ب 25 جنيه. ب
25 جنيه؟ كم ورقة دول يا كريم؟ كم ورقة دول يا كريم؟ 80 ورقة ب 25 جنيه. 80 ورقة فلوس كاب ب 25 جنيه. دلوقتي الورقة الواحدة في المكتبة الفلوس كاب دي بتتباع ب 5 جنيه. تعالى لي يلا دمر الدنيا، وقلت لك الشغل عندك منه كميات وهندمر لك الدنيا يا قلب الوحش. وعندك باكيه بتاعت الاقلام اهي والحلويات والمقالم والدمار الشامل كله وصل فرع الكورنيش. وعندك بص 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 الحلويات دي، وعندك اساتيك وعندك بريات وعندك دمار شامل. بص يا واحد اعمل لايك اعمل لايك اعمل لايك كده وانت بتتفرج، في 800 بيتفرجوا على اللايف. تعالى لي دمر. ايه ده خلاص عندك منه كميه بجنيه؟ عندك منه كميه بجنيه؟ بنقول لك القلم بجنيه، القلم الرصاص بجنيه، القلم الرصاص والالوان بجنيه. يعني ممكن تنقع الوان كسكزح كلها اسمها ايه؟ كسكزح. تعال لي يخرب بيتي فعلا والله، ده انا يخرب بيتي. تعال لي ايه ده، هات لي اللزق اللزق اللي بيلون ده ودي. تعال لي كراسة الرسم دمر تعال لي بخمسة جنيه، بخمسة جنيه الآلة الحاسبة هي عندك وهندمر لك الدنيا. تعال لي تعال لي تعال لي. وعندك أساتيك على شكل دورة اهي. ايه ده بص 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 بص، عندك أساتيك على شكل حيوانات. قلت لك الكورنيش حراق الحراق 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 الحراق. تعال لي قلت لك اعمل لايك دلوقتي كده وانت بتتفرج، اي حد هيعمل لايك هكسبه، اي حد هيعمل لايك هكسبه. تعال لي بيقول لك اي برايه برايه بكام معانا في الفلفل برايه؟ انا عايز واحد احمر. الفلفل الاحمر اللي بيحرق ده وحش. تعال لي تعال كده طلع. قلت لك بكام البرايه دي؟ دمر تتفتح ازاي؟ شغال افتح كريم دمر بستة جنيه، بستة جنيه البراية، بستة جنيه البراية. عندك منها فلفل وعندك منها كور. تعالى كده ور الناس. تعالى لي كم معانا في العرض؟ شغال دمر بستة جنيه، بستة جنيه الحراق الحراق وصل لك يا مشتاق. دمر تعالى لي قلت لك شارك اللايف واعمل لايك. بص بص بتقول لك تم والله مبروك على طول، والله مبروك. خد سكرين على طول وتعالى استلم هديتي. يلا اكسب كل الناس دلوقتي، اوزع 20 هديه تاني. وريني اشكالهم وريني اشكالهم. ب 4 جنيه الاساتيك دي كلها، ب 4 جنيه الاستيكه، الاستيكه ب 4 جنيه. عندك هنا بص على شكل كور وحلويات. دمر تعالى لي شغال يا وحش. استيراد مين دوت؟ استيراد كوكو هندس. استيراد كوكو هندس ب 37 جنيه ونص. ركز معايا في الكلام. تعالى لي بيقول لك ال 10 قطع، ال 10 يعني ممكن دول تقفل بيهم 20 كتاب والله. ال 10 قطع. تعالى لي ال 10 قطع دمر. الجلاد اهو، الجلاد بتاع الكتب يا وحش. ال 10 قطع، ال 10 قطع يا وحش. بصوا عندك مصادر حديد وحلويات ودلع من اللي اتمنع. شغال شغال دمر ب 8 جنيه، ب 8 جنيه كراسة الرسم اهو. عايزين فنانين مصر كلها تجمع في اللايف ده يا وحش. تعال لي قلت لك اعمل لايك كده وانت بتتفرج. ب 5 جنيه تعال لي ب 8 جنيه. يا كريم هات لي اللزق الملون ده عشان بحبه يا كريم. طب تعالى لي عشان بيقول لك قلم جل، احنا نفتح ونتفرج على القلم الجل ده بقى. دمر الدنيا. لا ده جامد قوي ده. اهو 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 مصر كلها عارفاه. طب ركز معايا، مصر كلها عارفاه. 2 3 شغال شغال. 5 6 دمر 7 8 9 10 11 12 اهو شغال. تعال لي 12 قلم دولت ب 40 جنيه، ب 40 جنيه ال 12 قلم دولت ب 40 جنيه. اسال عليه بره في المكتبه القلم الواحد بيتباع بكام، لو ما لقيتوش ب 10 جنيه بحق. يلا يا وحش بيقول لك ال 12 قلم جل الكرتونه بتاعته اهي. بص كده عامله ازاي 12 قلم جل يا وحش. 12 قلم بكام معانا في العرض؟ بكام؟ ب 40 جنيه. بص بص هات لي المقلمه دي. عندك الاسود عندك الاحمر عندك الازرق. قلت لك كل الالوان موجوده يا وحش. المقلمه بكام بقى دي؟ افتحها كده بعد اذنك وريني ممكن تشيل كام قلم دي. يلا حصل. تعال لي دمر الدنيا. المقلمه
المقلمة يلا وهتقفل علينا وهتشيل معاك المسطرة كمان والبراية والمنقلة وهتشيل معاك كل حاجة. تعالى لي ب 22 جنيه ونص اهو. بص 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 ايه ده ايه ده ب 22 جنيه ونص. دمر بالاقلام دمر الدنيا. تعالى تعالى ب 22 جنيه ونص. تعالى لي شغال وعندك منها الوانات عندك منها الصبياني والبنات اهو يا وحش. تعالى لي يلا قلت لك اي حد هيعمل لايك دلوقتي كسبان معايا. يلا يلا اهو قلت لك هدخل على اللايف كده اعمل كده. تعالى لي يلا 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 اللايف يحمل معايا بس واكسب مصر كلها. اهم حاجه تعمل لايك. اهو 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 دمر الدنيا. تعالى لي كوكو هندس بيقول لك وصل تاني بكميات. دمر بكام بقى معانا في العرض؟ شغال 15 جنيه. وريني الالوان اللي فيه كده. 15 جنيه عندك كل. تعالى لي عندك كل الالوان. دمر ودي عايزها قلبين ب 15 جنيه. ب 15 الوانات كلها ب 15. هندس بيقول لك وصل بكميات ب 15 تسعة جنيه. 9 9 يلا قلت لك اعمل لايك اعمل لايك كده يا قلب الوحش وانت بتتفرج. في ناس كتير بتعلق وتعليقها ما بيظهرش عندي. اعمل لايك كده وانت بتتفرج يا وحش عشان تكسب معايا. يلا وبتقول لك تم. انا بدخل على اخر تعليق على طول عشوائي. بدخل على اخر تعليق عندي على طول وبقول لك الكورنيش الكورنيش الكورنيش. مش هنخلي حد ياكل عيش يا قلب الوحش. بنقول لك فرع الكورنيش عامل لك دمار شامل وجايب لك تشكيله كامله متكامله. حتى بص اهو السلسله يبقى مكتوب فيها اسم الطالب والحاجات كلها يا قلب الوحش. بعد اذنك البس لي واحده. دمر تعالى لي كوكو هندس بيقول لك دستة الإقلام ديت بكام؟ بكام؟ ب 17 جنيه ونص. ب 17 جنيه ونص. الدستة ديت بكام؟ ب 17 جنيه ونص. الدستة ديت بكام؟ تعالى لي دمر الدنيا. تعالى لي ب 17 ونص. اعمل لايك تكسب على طول. اعمل لايك كده يا قلب الوحش تكسب على طول. كل دوت ب 17 ونص. تعالى لي وريني كده الإقلام واصحى للشغلانة. يلا دمر. تعالى لي قلت لك عاملين لك موسم مدرسي ما حصلش قبل كده في تاريخ مصر. تعالى لي ببيع لك ارخص من الفجاله وارخص من اي حد في مصر وتحدي. تعالى لي شغال ب 17 جنيه ونص. اعمل لايك كده وانت بتتفرج وشارك اللايف اهو. بتقول لك تم. والله مبروك والله مبروك على طول. خد سكرين. يلا دمر الدنيا. تعالى لي يلا بس قوله بس على النت انت. يلا 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 دمر الدنيا. بص بص الاقلام والحلويات جايب لك الاصفر وجايب لك الاحمر وجايب لك الازرق وهندمر لك الدنيا يا وحش. تعالى لي ده بص الاقلام يا وحش عامله ازاي. جايب لك اقلام ترندات مفيش حد في مصر عنده الاقلام دي. مفيش حد في مصر عنده الاقلام دي. دمر في 900 عندك. يلا اعمل لايك وانت بتتفرج شغال عشان يميلك يظهر عندنا. دمر لايك وانت بتتفرج دلوقتي. لايكات 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 على صفحتك الشخصيه. شغال شركه واحده واللايك عشان يميلك يظهر عندنا. دمر الدنيا. 36 قلم دولك كوكو هندس بيقول لك ب 80 جنيه. ب 80 جنيه 36 قلم. 36 قلم يا وحش. بص الوان واشكال والاساتيك بتاعتهم والحلويات والدلع اللي اتمنع. ده بص حاطط لك جوه سفنجه عشان تحافظ على السن بتاع القلم يا وحش. تعالى لي. يلا ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده بص بص بتاع التخرج يا اودي. لابس الطاقيه بتاعت التخرج ومعاه ميداليا اهو. يلا 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 القلم. يلا تعالى لي القلم السنون اهو بتاع التخرج شغال. يلا يا وحش يلا دمر شغال. مبروك قلت لك قول لهم مبروك. عايز مصر كلها تكسب. الطبيعه في التعليق مبروك. بص 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 قلت لك كل اللي هيعمل جايبين لك المازوت. يا نور تعالى لي عايز قلم شكلك. اه عايز قلمين. تعالى لي شغال. قلت لك اعمل لايك دلوقتي كده وانت بتتفرج. اعمل لايك. القلم السنون ده كله بكام؟ بكام؟ ب 15 جنيه. ب 15 عندك بتاع 1000 سن ده بكام؟ دمر ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. ب 15 جنيه. وب 10 جنيه دي كلها قلم سنون يا جماعه. والدايره دي بتلف. والدايره دي بتلف. الدايره دي بتلف. تعالى لي وقلت لك ده بتاع التخرج اهو اللي معاه ميداليا. القلم ابو ميداليا. تعالى لي الجاف الثلاثة ب 10 جنيه. الثلاثة ب 10 ب 10 ب 10 ب 10 ب 10 ب 10. تعالى لي
قلت لك اعمل لايك اعمل لايك اعمل لايك علي المايك واعمل لايك علي المايك واعمل لايك. تعالى لي اخر واحد اهو لو مشاركه كسبك يا وحش. قفله الصفحه ب12 جنيه ونص. المقلمه بكام؟ ب12 جنيه ونص. وعندك منها اشكال اولادي وعندك بناتي وعندك رجالي وعندك حريمي ودمر الدنيا. تعالى لي يلا المقلمه على شكل علبه سجاير. تعالى لي ب12 جنيه ونص دمر. الاستراك كوكو عند اس يا قلب مصر. الاسعار نسر الاسعار شغال. تعالى لي ب17 جنيه ونص. قلت لك كل ده اصحى للشغلانه. بقول لك فرق الكورنيش الكورنيش. تعالى لي شغال يلا 25 دمر. بص دوت قلم رصاص وقلم جاف واسكيكا. دمر التلاتة في واحد. افتح كده واحد وريني كده بعد اذنك. دمر. مهم ان القلم ده تلاتة في واحد يا وحش. بص القلم التايجر ده، افتح لي القلم التايجر ده لازم تفتحه عشان حكايته حكاية ورواية. قلم جيل تايجر تايجر وسايتر شغال. تايجر وسايتر بخمسة جنيه. كم؟ تأكد كريم هيضربنا. كريم هيضربنا. تعال لي بخمسة جنيه. بص 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 اكتب لي اودي اكتب لي اودي. ايدك مبلولة ها. تعال لي دمر بخمسة جنيه. بقول لك اشكاله كلها موجودة. تعال لي بخمسة جنيه القلم الجاف ده وحش. قلم جل يلا هو يلا هو. قلت لك اللي هيعمل لايك دلوقتي وهيشارك اللايف وهيعمل لايك دلوقتي كده كسبان معاك يا وحش. اخر تعليق اهو يلا اهو يا وحش. البونشه المغناطيس الاسبونشه بكام معانا في العرض؟ تعالى اللي هتمسح السبوره اللي بتمسح السبوره اهي العصافير على شكل عصفوره بكام؟ ب 10 جنيه اهو. يلا دمر الدنيا عشان لما المستر يقول لك اطلع امسح السبوره تاخد العصفوره. تعالى اقدم واحده في المحل. تعالى لي شغال دمر.